ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، تلاميذ السنة الأولى متوسط، اليوم رانا رايحين إن شاء الله نحلوا تمارين 57 صفحة، 57 صفحة 58. هنا عندنا I practice. وش معناتها I practice؟ practice معناتها الفعل to practice هو يمارس. I practice sport، أمارس الرياضة. بصح هنايا رانا رايحين نختبروا المعلومات تاعنا اللي قريناهم من قبل. أوكي، نبداو نشوفوا نقراو. عمر has، كلمة has هو عنده ولا يملك. احفظ لي مليح. عمر has an English friend، عنده صديق انجليزي. her name، name الاسم، و her معناتها تاعها، تاعها الاسم، الاسم تاعها. her name قلنا بالعرب، بالعربية نقولوا الاسم تاعها، بلونغلي نقلبوا نقولوا تاعها الاسم. her name is، is معناتها يكون. Margaret، her name is Margaret. he sends، sends معناتها شكون هو، he شوفوا he معناتها هو، قال لك he sends، شكون هو he، عمر ولا Margaret؟ عمر لأنه ذكر. he sends her an email، بعث لها، بعث لها ليها an email، بعث لها email. to introduce، كلمة introduce هذه حفظوها لي، introduce معناتها يعرف. to introduce his family، family تاع من؟ تاعو. اوكي تاع من؟ تاع، سوري هذه ما كاينش، تاعو معناتها تاع عمر. اوكي his، her تاعها، his تاعو. اوكي his family members، افراد العائلة تاعو. خلاص تفهمنا، فهمنا واش استخرجنا من هذا، تعلمنا كيفاش، واش معناتها her، واش معناتها هيز. اوكي تاعو وتاعها، تاعها وتاعو. يلا قال لك هنايا I circle the correct words، انا circle معناتها ندير في دائره، انا اضع في دائره the correct words، الكلمات الصحيحه. to help، لي مساعده، هذه تو معناتها لي، لمساعده عمر write، to help عمر write his email، نعاون عمر باش يكتب الايميل تاعو. اوكي تاعو ما كاش الالف، الايميل شوفوا كيفاش يجي، يجي هنا لادريس تاع الانسان اللي راح تبعث له، ومن بعد هنا الموضوع هو my family، عائلتي، وهنا مارغريت راح يبعثوا لمارغريت باش يبدا لها، يقول لها التحيه هاي مارغريت، مرحبا مارغريت، هاو ار يو، كيف حالك، هاو ار يو. بعد قال لها I am happy، أنا سعيد. to introduce، لأعرف، عدنا I، أنا، وعدنا my تاعي. هيا شوفوا وش خرجنا، his تاعو، her تاعها، وماي تاعي، تاعي أنا، تاعها هي، تاعو هو. هادو مهمين جدا تحفظوه، هادو مهمين تحفظوه. قالها راني فرحان باش نعرفك، بواش نعرفك؟ بانا، يقول لك هكا انا سعيد لكي اعرفك، انا عائلتي، اعرفك انا عائلتي، ولا يقولها انا سعيد لاعرفك بالعائله تاعي، وراهي الاجابه الصحيحه راهي واضحه، العائله تاعي مش العائله انا، خطا. بعد واش قالها my father، وش معناتها my father؟ father الاب تاعي، تاعي الاب تاعي، قلنا في اللغه الانجليزيه نقلبه التاعي الاب. my father is a carpenter، carpenter معناتها نجار. ومن بعد واش قال لك his معناتها تاعو، وهي هو is 47 years old، 47 سنه. وش نقولوا هو، نقولوا هو في عمره 47 سنة، ولا نقولوا التاعو في عمره 47 سنة، وراهي الإجابة الصحيحة هي، غير تصيب هنا يا إيز دير معاها هي، هو دائما في العمر تجي هكذا، هي إيز 47 years old. هم بعد عدنا هيز التاعو ولا هي هو. name is أحمد، نقولوا الاسم تاعو احمد، ولا الاسم هو احمد، وراهي الاجابه الصحيحه، الاجابه الصحيحه هي الاسم تاعو هيز، هيز
name is أحمد. Okay. My mother. لك راح رجعنا للأم. My mother. أمي is. هنا عدنا. Teacher. المهنة تاعها. وقلنا قبل المهنة وش نديرو؟ يا إما نديرو إن يا إما نديرو أ. هنا وش نختارو؟ أداة التنكير إن ولا أداة التنكير أ؟ هنا نديرو أ. يلا شكون الشاطر فيكم عرف الإجابة؟ لا حطينا أ ما حطيناش إن. علاش حطينا أ ما حطيناش إن؟ لأن teacher بدات بالتي ما بداتش. لو كان بدات شوفوا لو كان بدات بالأي والإي والآي والأو ولا اليو، لو كان بدات بوحدة من هذه الحروف نحط ان، مادام بدات بالتي حطينا او. اوكي هنا نقولوا شي ولا هي؟ شي هي هو سوري هي هو. نقولوا شي از 42 ولا نقولوا هي از 42؟ هنا نقولوا شي، شي لانه هي. اوكي هنا نكتبوا برك شي هي هي هو. هنا هذه يو، هاو ار يو، هي يو هو انت ولا انتما ولا انتم، واي هي انا. هذو لازم ينحفظوا، اي معناتها انا. اوكي يلا هير نيم از مريم. اسمها الاسم تاعها اسمها درنا هير از مريم. نقولوا اي هاز ولا اي هاف؟ شوفوا هذه يملكوا، وهنا عندنا اي انا. اوكي في انا نخلي الفعل هاف، هاف معناتها يملكوا ولا عندي، عندي. اوكي مع اي ضمير اي نخليه كيما راح، ولكن مع الضمير هي ولا شي، هذا ات نستعمله للحيوان والشيء. اوكي نستعمله هاز. اوكي هاز ايضا يملكون، بصح نستعملوها مع الضمائر هذو. اوكي بصح هنا مادام عندنا اي، الاجابه الصحيحه هي اي هاف، ما نقولوش اي هاز. لو كانت جات عندنا هي ولا شي ولا ات نقولوا شي هاز، هي هاز، ات هاز. اي هاف وان براذر، عندي خويا واحد. هنا براذر معناتها ذكر، ها هي براذر ذكر. وش نقولوا؟ هيز نيم از اكرم ولا هي نيم از اكرم؟ اسمه اكرم ولا الاسم هو اكرم؟ إجابة صحيحة هي اسمه his name is Akram. He is a pupil، هو تلميذ. at شنو هذه؟ كرواني للقرواني سكول ولا الكرواني سكول. أوكي أكرم، أكرم يعتبر بلي هي هو. أوكي أكرم لايك ولا أكرم لايكس؟ وش قلت لكم أنا المرة اللي فاتت؟ قلت لكم معاهي معاشي وهي وإت، وراها سنو هي وشي وإت. الفعل تاعنا أي فعل هنا؟ لايك معناتها يحبه، زيد له أس مع التالي ولا إي أس؟ هنا تمشي غير الأس ما تمشيش الإي أس. نقوله هي أكرم ولا هي لايكس بلاين فوتبال، يحب يلعب كرة القدم. أوكي كان هذا هو الحل تاع التمرين رقم واحد. نروحوا لصفحة 58. صفحة 58 عفوا الصفحة 58 التمرين رقم 2 وش يقول؟ I guess who is who. وش معناتها I guess؟ كيما نقولوا أنا أحزره، أحزر أي أحزر شكون هذاك؟ أحزر أنا نحزر من يكون نقولوا من يكون هذا الشخص. أوكي وش قال لك؟ I write، أنا أكتب the names الأسماء of my family members تاع أعضاء ولا أفراد العائلة تاعي in the circles في هذه الدوائر. هنا هنا وش راك رايح تدير؟ راك رايح تكتب لي أسماء تاع العائلة تاعك. مثلا اكتب لي أي اسم، اكتب اسم باباك، اسم يمك، اسم خوك واسم أختك. أوكي مثلا وعطالك هنا سارة، انت اكتب الأسماء اللي زعما نقولوا عندنا سليم، عندنا هنا أمينة، كما حبيت. اسم باباك، اسم يمك، اسم خوك، اسم اختك، اسم جدك، اسم جدك. اوكي وهنا نقولوا سامير. اوكي خلاص فهمنا. مثلا ما وش اسنا نكمل؟ قال لك انت كتب هنايا وصديقك يكتب ثاني اسم العائله تاعو هنايا. نبدلو هنا عندنا كمال، نقولوا اسم تاع طفله فاتحه، احمد، احمد نصيره،
ولا ناعمة. مثلا كل واحد يكتب، انت اكتب الاسماء تاع العائله تاعك هنا، والاخر يكتب الاسماء تاع العائله الثاني. ومن بعد انت تبدا تسال في صديقك، واش تقول؟ از كمال يور فادر؟ قال لك قص هنا، احزر، قول له اسكو كمال هو باباك؟ از هي اسكو، نقولوا هل كمال هو والدك؟ دوك انتيا كتبت هنايا، صاحبك يسقسيك يقول لك نبداو بهذه، ونبداو بهذه مثلا، هذه تسقسي هذا ما على باليش شكون اسمه، زعما هذا انت وهذا صديقك. اوكي، صديقك راح يسقسيك يقول لك ايز سليم، اكتبها هكا في ورقه تاعك، ايز سليم يور براذر. اوكي، وانت جاوبه. اذا كان هو اخوك قولوا يس هي از، الا كان سالم ماشي خو قولوا نو. مثلا انا سليم، ايه صح خوك، واش تقولوا؟ يس فاصله، شوف كتبي يس انا، نعم هذه نعم. وبعد قولوا سليم، ايه نقولوا ايه سليم، ايه هنا نقولوا سليم في بلاصه سمير، سليم واش من الضمير نعوضوه بسليم، نعوضوه بهي هو لانه هو ذكر. يس هي از، نقلبوا الكلمة الأولى، هاي الكلمة الثانية حطيناها هي الأولى، والكلمة الأولى هي ثانية بعد الفاصلة قلبناهم. هنا نقدر نكتب سليم، نقدر نعوضها بهي، أنا باش نصغر برك الكتبة. ومن بعد إلى آخره. هنا قال له كمال، قال له كمال your father، سمحوا لي، قال له now he is not، معناتها لا هنا قال له لا كمال ماشي بابا. ما تقولوا is he your brother؟ قولوا yes he is. اوكي خلاص. مثلا نجو نسألوا على أمينة، اوكي نجو نسألوا على أمينة، نقولوا اسكو أمينة هي اختك؟ نديروا هكذا، نسألوا نقولوا is، نفس الشيء في بلاصة سالم نديروا أمينة، is أمينة your، نقولوا اختك، كيفاش نقولوا هنا؟ نبدلوا يعني هذه ونبدلوا هذه. Is Amina your sister؟ وسؤال هنا يقول لك لا Amina ماشي my sister، يقول لك يعني انت مثلا اسم تاع Amina هو sorry اسم تاع يمك، واش تقولوا؟ قولوا لا. ومن بعد اقلب Amina مع Is، تقدر تدير Amina هنايا ولا Amina تقدر تعوضها بشي هي. No Amina is not، لازم تزيد not، مادام تدير هنايا no تكمل الكلمة تاعك بnot. اوكي No Amina is not، ولا No she is not. اوكي فهمنا، نفس الشيء. يلا انتيا نفس الشيء، هذا يسأل هذا بنفس الطريقة، تفهمنا؟ هذا هو الحل. وهنا الاسماوات يتبدلوا على اسماوات العائله تاعك والعائله تاع صديقك. اوكي، كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله يكون جاكم بسيط وسهل. ما تنساوش ديرونا لايك، تشتركوا بالقناه، تفعلوا الجرس، وتخلوا لي اسئلتكم في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.